رمضان كريم. واصلت اللجنة العليا للطوارئ اجتماعاتها اليوم، استمعت إلى عدد من التقارير. بدأنا الاجتماع بالترحم على الفقيدين اللذين قتلا بالأمس في حادث إطلاق رصاص عليهم في منطقة أبو حمامة، وكل المتحدثين عبروا عن الأسف لما حدث. دعونا لهم بالرحمة والمغفرة، ودعينا السلطات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتحقيق في الحادث وتقديم المتسبب إلى القضاء. القوات المسلحة تجاوبت بالتأكيد منذ الأمس مع الحادث، وألقت القبض على المتسبب في الحادث وسلمته إلى السلطات المسؤولة. بالتأكيد أنه حادث مؤسف جدا. نحن لسنا يعني أمام خيارين، إما أنه يكون في عدم ضبط وربط وحسم في تطبيق الحزم، وإما يعني بالرصاص وبالأعيرة النارية. لم يكن من داعي لذلك على الإطلاق. من الممكن جدا للسلطات أن تكون حاسمة وحازمة وأن تطبق الحظر وإجراءاته بصرامة شديدة جدا، بإجراءات كثيرة جدا، سحب الرخص، إيقاف السيارات، تقديم للمحاكمات، الحكم بالغرامة وغيره. ولكن لا يحتاج الأمر مطلقا إلى استخدام الرصاص لمنع شخص تجاوز الارتكاز أو غيره. هذا حادث مؤسف جدا، وبالتأكيد أنه يعني حادث فردي طوال فترة حظر التجول لم يحدث عمل مثل هذا. نحن مرة أخرى نترحم على الفقيدين، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ونتقدم إلى أسرتيهما بالعزاء، ونتمنى أنه السلطات تتخذ الإجراءات اللازمة حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث. استمعنا إلى تقارير مطولة من وزارة الصحة، وبالذات عندهم دراسات وإحصائيات مفصلة جدا عن نتائج الحظر وغيره، فضلنا أنه نترك فرصة لمتخصص منهم يأتي غدا ليقدم تفاصيل، لأنه الناس في آراء متباينة جدا حول موضوع الحظر، هل أدى إلى نتائج إيجابية أم لا؟ لأنه الناس بيشيروا طبعا إلى تزايد الأعداد بتاعت المصابين، وربما إلا لم يكن هذا الحظر موجود يمكن الناس ما كان يعرفوا الأرقام ممكن تصل لوين. النتيجة بتاعت الفحص اليوم لم تصل بعد، آخر نتيجة كانت نتيجة الأمس، وكان فيها 325 حالة جديدة، وده عدد أكبر عدد من نوعه يحدث في يوم واحد. بشكل عام صار إجمالي حالات المصابين بفيروس كورونا 2289 حالة، منهم 97 حالة وفاة و222 حالة شفاء. يعني كل ما زاد العدد نقصت حالات الوفاة، وبالتالي نسبة الوفيات صارت أقل، أيضا نسبة الشفاء الآن في ارتفاع، وهذا يشكر عليه الطواقم والكوادر الصحية والطبية اللي مشرفة على علاج المصابين بكورونا، لأنه من الواضح أنه تصاعد حالة الشفاء لديها علاقة بالإجراءات الصحية والطبية التي تم تطبيقها. كالعادة ولاية الخرطوم متقدمة في أكبر عدد من الحالات 1872 حالة، ولاية الجزيرة في الموقع الثاني ب129 حالة، شمال كردفان في الموقع الثالث، وده عدد كبير جدا يمكن ما كان متوقع، محتاج لدراسة أن الناس يعرفوا لماذا تقدمت ولاية شمال كردفان بهذا العدد الكبير. وبعد ذلك جاءت بقية الولايات، في زيادة أيضا في كسلة، وممكن يكون مسألة عندها علاقة بالأحداث، لأن الأحداث دي وفرت تجمعات كبيرة سواء كان أثناء عمليات الاحتجاج أو في بيوت العزاء، ودي بيئة مناسبة جدا لانتشار فيروس الكورونا. احنا نتمنى أنه زي ما الناس شغالين في عمليات السلام الاجتماعي في كسلة، يصحبوا ذلك أيضا بتوعية صحية للناس بأنه مهما كانت الأحداث حقه يحققوا نوع من التباعد الاجتماعي حتى يقللوا من إمكانية الإصابة بفيروس كورونا. عملية الانتشار المجتمعي ما تزال كبيرة، نتمنى أنه كما ظلنا نناشد الناس أنه يلتزموا بإجراءات الحظر، أنه يستخدموا الكمامات، أنه يمتنعوا عن المصافحة، أنه حتى إذا ذهبوا إلى مكان كان فيه أعداد من الناس يطلبوا خدمة إذا كان بقالة وغيره، من الممكن جدا الاحتفاظ بمسافات بين الشخص والآخر حتى لا نترك، لأنه كل الدراسات الحديثة قاعد تؤكد أنه الاقتراب الاجتماعي، وبالتالي الفيروس ممكن يخرج من شخص عن طريق العطس أو عن طريق الفم ويذهب إلى الشخص الآخر، دي أكبر وسائل الانتشار،
وبالتالي إذا ابتعدنا عن بعضنا البعض ونحن نتعامل تجاريا ونتحدث واستخدمنا الكمامة، هذا يقلل بإمكانية الإصابة. أنا أشكركم وأكتفي بهذا، وأقدم الدكتور صديق تاور الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. اجتمعت اللجنة العليا للطوارئ اليوم بكامل عضويتها، هي الاجتماع رقم 47 ضمن سلسلة اجتماعاتها لمتابعة إدارة جائحة كورونا في السودان. وتوقفت اللجنة كثيرا عند الموقف العام بالنسبة لانتشار الوباء من خلال الفترة السابقة منذ إعلان حالة الطوارئ وما تلاها من حالة الطوارئ الصحية وما تلاها من إجراءات احترازية ومستوى تجاوب المواطنين في مختلف ولايات السودان مع الإجراءات ومستوى انتشار الجائحة. لاحظت اللجنة أنه لا يزال العدد الأكبر أكثر من 80% من حالات الإصابة داخل ولاية الخرطوم، وكذلك العدد الأقل يتوزع ما بين ولايات السودان المختلفة. هناك ازدياد في الولايات ولكن بمعدلات قليلة جدا مقارنة بولاية الخرطوم، ولكن أيضا لمست اللجنة أنه داخل ولاية الخرطوم أسهمت الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الماضية في الحد من الانتشار الكبير غير المسيطر عليه بسبب الإجراءات الاحترازية التي وضعت، تقييد الحركة ما بين المدن الثلاث، فترة السماح المحدودة للضرورة. وكذلك لاحظت اللجنة أنه رغم ذلك كان هناك زيادة مضطردة في الحالات وصلت إلى 2280 حالة تقريبا حتى يوم أمس، وهذا يعني ناتج من الانتشار المجتمعي، عدم تقيد بعض المواطنين بالضوابط بشكل دقيق. هذا أسهم في الانتشار وفي زيادة أعداد الوفيات أيضا. لذلك قدرت اللجنة أنه إذا استمر الحال على ما عليه يعني بهذه الطريقة مع ظروف العيد والتي يعني معروف وفقا للتقاليد العامة هو فرصة للتجمع والازدحام والحركة في الأسواق وخلافه، ربما كان ذلك سببا في تفاقم الوضع بصورة كارثية. عليه أوصت اللجنة لمجلس الأمن والدفاع بضرورة التمديد لأسبوعين آخرين حتى نطمئن ونضمن عدم توفر فرص الازدحام والانتشار الوباء بين المواطنين، ويتوقع أن يكون الرد المجلس الأمن والدفاع على هذه التوصية خلال اليوم، وسوف تعلن بالضرورة يوم غد. من ناحية ثانية نود أن نؤكد بأنه ليس هناك أي تعليق لقرار منع السفر من العاصمة إلى الولايات، لأن ذلك يعتبر أيضا سببا لانتشار المرض بشكل كبير في نطاق جغرافي واسع غير مسيطر عليه في مختلف أنحاء السودان.
وهذا يتعارض مع إجراءات الطوارئ الصحية ومع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها اللجنة. عليه نؤكد مرة أخرى بأنه ليس هناك أي رفع لحظر السفر الباصات السفرية من وإلى الولايات، ونوجه جميع الجهات ذات الصلة بالالتزام بهذا القرار والتشديد في عدم السماح سواء للباصات أو لمركبات نقل الركاب. يعتبر ذلك مخالفة لأمر الطوارئ رقم 1 الذي لا يزال ساريا، وعليه نطلب من المواطنين أن يتفهموا أن هذه الإجراءات المطلوب منها حماية صحة المواطنين وسلامتهم وحمايتهم من انتشار الوباء وانتقاله إلى مناطق أخرى أو من مناطق أخرى إلى ولاية الخرطوم. هذه الإجراءات كلها إجراءات وقائية واحترازية لسلامة الناس ولصحتهم، ونتمنى أن لا يستمر هذا الحال طويلا، ونتوقع أن تتم مراجعة شاملة للإجراءات المتخذة سواء من ناحية الحظر والتوقيتات عدم التحرك والتوقيتات السماح. نتوقع أن تتم مراجعة شاملة وكاملة لكل هذه الإجراءات بما يرفع التقييد على المواطنين ويساهم تدريجيا في عودة الحياة إلى طبيعتها إن شاء الله. رفع الله البلاء عنا وعنكم وعن سائر العباد.